بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس محمد عبد الفتاح. أعزائي أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام، إن شاء الله هنبدأ نشتغل مادة الإلكترونيك ميجرمنت أند تيستينج يونت 53 لليفل 3، وإن شاء الله على مدار 10 فيديوهات هنبدأ نتكلم في المادة، وإن شاء الله هنخلصها إن شاء الله. كل هرفع كل يوم أو يومين كده فيديو بإذن الله، بحيث إحنا نقدر نخلص الإيه المادة. طبعا أنا هبدأ من الأول خالص، مع إن إحنا شرحنا الجزء ده في المحاضرات، فأنا هبدأه تاني للإيه للتذكرة، وعشان الناس اللي هي الفترة اللي فاتت ممكن تكون نسيت أو إيه أو حاجة. إن شاء الله هنبدأ على بركة الله. هنبدأ نتكلم على أول outcome. زي ما احنا عارفين أول outcome كان بيتكلم على بيقول ايه، بيقول know the function features and the characteristics of electronic measurement and test equipment. هنتكلم على الفانكشن والفيتشرز والكاركترستيك بتاع الالكترونيك ميجرمنت والتست equipment. ان شاء الله هحاول الفيديو ما يبقاش طويل، فالنهاردة هنتكلم على أول حتة في الاوتكم الأولاني، هو الفانكشن اوف اكويبمنت، وظيفة كل جهاز او وظيفة الايه الجهاز، الوظائف اللي هقدر استخلصها من كل جهاز. طبعا اول ما هنبدأ بازاي نعرف ايه الفرق بين ايه هو الاي سي والدي سي، وايه الفرق ما بين الاي سي والدي سي، ونعرف ايه هي مواصفات الاشارة. ما انا مش هقدر اعمل ميجرمنت الاشارة الا ما ابقى عارف كل حاجة ايه عنها. لازم الاول اعرف مواصفات الاشارة اللي انا هتكلم عنها او هتعامل معاها. زي ما احنا شايفين هنبدأ اول حاجة هناخد الاي سي. ايه هي اشارة الاي سي؟ اي سي اختصار لكلمة alternating current. alternating current يعني alternating يعني متردد. طيب الاشارة دي مواصفاتها ايه؟ alternating current describes the flow of a charge that changes direction periodically. يعني ايه؟ عبارة عن تيار او بيوصف مسار flow of charge، مسار من الشحنات متغير الاتجاه بانتظام. تمام. As a result the voltage level also reverses along with the current. بيغير اتجاهه باستمرار. AC is used to deliver power to houses, office buildings. بستخدم الـ AC في ان انا بوصل الطاقة للبيوت وللمصانع. طيب بولده ازاي الـ AC دوت او الـ alternating current؟ can be produced using a device called an attenuator او نقول عليه special generator او electrical generator that designed to produce alternating current. ده بعمله ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده في الشكل، بيتم لف حلقة من الاسلاك داخل مجال مغناطيسي مما يؤدي الى تيار على طول السلك. يمكن ان يأتي دوران السلك ده من اي عدد من الوسائل، يعني السلك ممكن احركه او ادوره داخل المجال المغناطيسي بكذا طريقة. في طريقة اللي هي توربينات الرياح، وفي توربينات بخارية، وفي اللي هي المياه الايه المتدفقة وما الى ذلك. وعشان السلك بيدور وبيخش جوه المجال او المجال المغناطيسي بيخترقه بشكل دوري، فبالتالي بينتج ايه؟ بينتج تيار او جهد ايه متردد من خلال ايه السلك او على الايه على السلك ده. ده مثال بسيط في الرسم اللي احنا شايفينها على الايه قدامنا. وده مثال اخر لاستخدام تدفق المياه في دوران الايه السلك، وبالتالي بيمر وبالتالي بيولد لايه ولد لي تيار او جهد ايه متردد. طيب عندي هل الاي سي بس عباره عن ساين ويف زي الاشاره اللي احنا شفناها ديت؟ لا، ده في انواع مختلفه. تايبس اوف بيريوديك ويف فورم. There are many types of waveforms with which can explain the alternating current. يوجد العديد من الاشكال المختلفه للالترنيتنج ويف فورم. زي ايه؟ زي الساين ويف اشاره الموجه الجاذبيه، زي السكوير ويف، زي السو توث ويف، زي التراي انجل. هنركز شغلنا كله على الساين ويف ان شاء الله.
ده شكل السكوير ويف بالشكل ده، وده شكل الإشارة المثلثية سو توث، وده شكل التراي أنجل اللي هي الموجة اللي إيه المثلثية. اللي يهمني بقى المعلومات اللي أحب أعرفها قوي عن شكل الإشارة دي، شكل ده دي الساين ويف. يهمني أعرف الأمبليتيود، أول معلومة أحب أعرفها عن الإشارة هي الإيه الامبليتيود. ايه هي الامبليتيود؟ الامبليتيود الماكسيمم، ذا ماكسيمم فاليو اوف كارنت اور فولتج از نون از امبليتيود، القيمه العظمى للايه للاشاره. This is represented by either the positive peak or negative peak. القيمه العظمى للاشاره ممكن تبقى بوزيتيف ونيجاتيف، مش تفرق معانا سواء كانت بوزيتيف او نيجاتيف، المهم ان هي اكبر قيمه يوصل لها الايه الاشاره. Of the sine wave. This maximum voltage level is also said to be the peak value. ده بنطلق عليها الايه؟ البيك فاليو، القيمة الايه؟ العظمى. It may be either positive or negative. The negative sign is the value indicates the direction of flow current. سواء كانت موجب أو سالب، الاتجاه هنا بيوريني الايه؟ شكل الإشارة، بس هي ماشية في الاتجاه الموجب أو الاتجاه الايه؟ السالب. اللي انا عايز اقوله ان الاشاره مش هتفرق معانا. يبقى الامبليتيود هو القيمه العظمى للايه للاشاره، اعلى قيمه للايه للاشاره كما في الايه في الشكل. طيب تاني معلومه حابب اعرفها عن الاشاره هي التايم، التايم بيريود، الزمن اللي بتمشي فيه الاشاره، او الزمن اللي بتاخده الاشاره، اللي بتقطعه الاشاره عشان تبدا وتنتهي. The time taken to complete one full cycle is known as time period. الزمن اللي بتاخده الإشارة عشان تعمل إيه؟ one full cycle. برمز لها بالرمز T. طيب الإشارة اللي أنا برمزها بالرمز T ديت متقسمة عندي على المحور الإيه؟ الأفقي. يبقى لما أجي أتكلم على time بتكلم على المحور الإيه؟ الأفقي. لما أجي بتكلم على amplitude بتكلم على المحور الإيه؟ الرأسي. ودي معلومة مهمة جدا. امبليتيود يبقى انا بتكلم على المحور الايه الرأسي، تايم بتكلم على المحور الايه الافقي. التايم عندي بقسمه، في عندي زيرو، وفي عندي باي على 2 اللي هي الزاوية 90، وفي عندي باي الزاوية 180، وفي عندي 3 باي على 2 اللي هي 270، وفي ايه ال 2 باي اللي هي الزاوية الايه 300 وايه و60. طبعا ازاي بحسب التايم هنعرف دلوقتي. ان بنحسب التايم ازاي؟ لما نوصل لمرحلة الاستسكوب هنبدأ نتكلم ازاي بنقدر نحسب التايم، ازاي بنقدر نحسب الايه الامبليتيود، ونقدر نجيب البيك، ونقدر نجيب البيك تو بيك. اللي انا عايز اوصلك دلوقتي انت عايزك تعرف شكل الايه، شكل الاشارة، وايه هي مواصفات الايه الاشارة. دلوقتي بنتعرف على مين؟ على الاشارة فقط لا غير. طيب في حاجة متعلقة بالتايم وهي مهمة جدا، هي الايه الفريكوانسي، التردد. التردد ده هو مقلوب التايم، الفريكوانسي بيساوي 1 اوفر تي، التي اللي هي التايم بيريود. ذا فريكوانسي اوف ويف فورم از ذا ريسبروكال اوف اتس تايم بيريود. يبقى التردد هو عباره عن ايه؟ مقلوب الايه؟ التايم. ذا فريكوانسي اوف ويف فورم از ذا ريسبروكال اوف اتس تايم ايه؟ تايم بيريود. طبعا التايم بقيسه بالايه؟ بالوحده بتاعته اللي هي الايه؟ سكند، الزمن. والتردد بقيسه بالوحده بتاعته اللي هي الايه الهرتز. تمام، برمز لها بالرمز اتش زد. يبقى المعلومه اللي حابب انك تعرفها ان الاي سي ليه امبليتيود وليه ايه فريكوانسي، يبقى ليه قيمه وليه ايه تردد. تمام، طب نيجي بقى للدي سي. الدي سي اللي هنقول عليه ايه؟ دايركت كارنت، تيار مستمر. تمام، بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عبارة عن قيمة والتردد بتاعه، هل ليه تردد ولا ملوش؟ ليه تردد، والتردد بتاعه بإيه؟ بصفر. قيمة التردد بتاعته بإيه؟ بصفر. يبقى الدي سي ليه إيه؟ امبليتيود، سواء كان بقى في الاتجاه الموجب أو لو كان في الإيه؟ في الاتجاه الإيه؟ السالب. ده الفرق ما بين الإي سي والدي سي. طبعا انا ممكن احول الاي سي لدي سي عن طريق دوائر تحويل بتحول لي من الاي سي للدي سي. صحيح ان الدي سي فيه ريبلز، تمام، الريبلز دي بقدر اتلاشاها عن طريق ان انا بعمل دوائر سموز، دوائر ايه تنعيم، عشان ايه اطلع بيور دي سي. انما انا عايزك تعرفه ان الدي سي اشاره لها ايه امبليتيود، ولكن ترددها بايه بصفر. ده الفرق بين الاي سي
والـ A والـ DC. بكده نكون خلصنا الجزء الأول واتكلمنا على الـ Waveform. طبعا في مواصفات تانية للـ Waveform هنتكلم عنها دلوقتي، ولكن قبل ما نتكلم عنها هنتكلم على الـ Distortion. Distortion يعني إيه؟ لو حصل تشويه في الإشارة، التشويه ده بيبقى عبارة عن إيه؟ أو إيه هو؟ التشويه هو عبارة عن تغيير الشكل الأصلي لشكل الإيه؟ الإشارة. في الاتصالات والالكترونات يعني ذلك تغيير الشكل الموجي لإشارة حاملة للمعلومة، بغير شكل الموجة اللي بتبقى حاملة للإيه؟ للمعلومة، مثل الإشارة الصوتية التي تمثل الصوت أو إشارة الفيديو التي تمثل الإيه؟ الصورة، سواء كان في جهاز إلكتروني أو في قناة إيه؟ اتصال. بس عادة ما يكون التشويه غير مرغوب فيه، يعني التشويه ده حاجة مش كويسة، ولذلك يسعى المهندسون للقضاء عليه او ايه او تقليله في بعض الايه المواقف. فالتشويه بيبقى عبارة عن distortion is the alteration of the original shape or other characteristics of something communication and electronics. It means the alternation of waveform of an information peering signal such as audio signal representing sound or video signal represent images in an electronic device or communication channel. دي شكل الإشارة، أهي شكل الإشارة معمول لها إيه؟ ديستورشن، أو برسم شكل الإيه؟ الديستورشن على برامج معينة بالشكل ده. من ضمن برضو الحاجات اللي المفروض تبقى عارفها الديوتي سايكل. إيه هي الديوتي سايكل؟ لو جينا بصينا لشكل الإشارة اللي موجودة عندنا ديت، هتلاقي عندك في حاجتين اتنين، في تايم هاي وفي تايم لو، أو تايم اون وتايم ايه اوف. الديوتي سايكل بتساوي ايه؟ بتساوي تي هاي على البيريود. البيريود ديت اللي هي تي هاي زائد الايه التي لو، موجودة على الرسم قدامك، التي هاي زائد الايه التي لو، مضروبة في ايه؟ في 100، بيديني الزمن اللي الايه اللي الإشارة فيه بتشتغل بكفاءتها قد إيه، يعني 55% أو سواء كانت إيه 25%. when looking at لو at the digital square wave، دي square wave قدامنا اهيت output، the duty cycle is the percentage of time that the output is the high state. خلاص، النسبة ما بين التايم لما بيبقى في الهاي ستيت over the period of the square wave. طبعا ال period فيها ال high state وال low state. The image below shows the formula for calculating the duty cycle as well as examples of لو كان عندنا 50% أو لو كانت 25 في المية. دي أمثلة 50% و 25%. يبقى duty cycle هي عبارة عن النسبة المئوية ما بين التي هاي، أو النسبة ما بين التي هاي والإيه والبيريود، مضروبة في الإيه في المي. دي من ضمن برضو مواصفات الإيه الويف فورمز للبيريودكالي، اللي هي الإيه اللي هي بالإشارات اللي هي الإيه الإي سي اللي بتشتغل بيريودكالي بانتظام. من ضمن برضو المعلومات اللي لازم تعرفها الرايز تايم أو الوقت الصاعد، ده الوقت اللي بتستغرقه الإشارة لتجاوز عتبة جهد منخفض، تعدي جهد منخفض، وده متعرف عليه ب10% من قيمة الإيه الجهد إلى عتبة جهد أعلى محددة، وديت بتبقى 90% من قيمة الإيه من قيمة الإشارة. والمعلومة دي مهمة جدا في كل الأنظمة الرقمية والإيه والتناظرية. رايز تايم is the time taken for a signal to across a specified lower voltage threshold followed by a specified upper voltage 3A threshold. والتايم طبعا هيبقى على المحور الافقي اللي هو الايه التي ار، هتلاقي عندك تحت كده في الصوره اللي عندك تي ار تحت، وعندك تي 10 وتي 90، يعني بيقول لك الزمن اللي هو بياخده عشان الإشارة تطلع من 10% ل 90% من قيمة الإيه؟ من قيمة الإشارة. عكس الكلام ده الفول تايم. فول تايم بقى هو الفترة الزمنية برضو اللي بينزل فيها الأمبليتيود أو الجهد من 90% من قيمة الإشارة لإيه؟ ل 10%
في المية، ده اللي هو الايه الفول تايم. وبكده نكون اتكلمنا طبعا على الفريكوانسي، واتكلمنا على الايه على التايم، وممكن كده نكون خلصنا اول جزء في الاوت كام. ان شاء الله خلال الاسبوع ده باذن الله هنخلص الاوت كام كله كمحاضرات احنا شرحناه في الفتره اللي قبل الدراسه المتوقف فيها، بس احنا عشان التذكره وعلشان ايه الناس تبقى عارفه احنا ماشيين ازاي. بعد كده ان شاء الله يبقى في جزء سيموليشن، ده اللي هنشتغل عليه، وطبعا الامتحانات هنعملها ومع الباشمهندسة ياسمين، وإن شاء الله هبلغكم إيه هبلغكم بيها، وأتمنى تكونوا بصحة وسعادة يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.